متابعينا الكرام، جياد وافراس 3 سنوات مفتوح الدرجات على مسافة 1200 متر متنافسة لتسجيل انتصارها الجديد وانتصار أول. هنا الاندفاع متبشرة تبدأ في المنتصف مع زفير الذي يبدأ أيضا مع ظهور كذلك متعزوي في المسار الداخلي مع زفير في المنتصف وزفير متعزوي ومحاولات متبشرة من الخارج مطاردة من سحر الطائف في المركز الرابع فيما التحاذي ما بين متعزوي والزفير وأيضا متبشرة وسحر الطائف ومحاولات ظهور الريهجان أيضا مطاردة في المرتبة الخامسة مع محاولات بقية الأسماء فيما الصراع يشتد ما اقترب من المنعطف الأخير ما بين زفير ومتعزوي. صراع لحسم صدارتي هذا الشوط. هنا استحثاث لمتعزوي من المسار الداخلي كذلك استحثاث من ريكاردو فيريرا لزفير أيضا ظهور الريهجان مع عبد الله العوفي أيضا في المباغة مع وافد الذي يبدأ في القدوم. هنا الصراع لم يحسم متعزوي يتقدم مرة أخرى هنا وافد ينقض مع متعزوي على خط النهاية وافد متعزوي على خط النهاية. إذن مشاهدين الكرام